أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من التلفزيون العربي في استديوهاتنا بالدوحة قالت وزارة الدفاع الإماراتية إن دفاعاتها اعترضت ودمرت ثلاث طائرات دون طيار اخترقت المجال الجوي للبلاد فجر الأربعاء وذلك بعد ساعات من إعلان فصيل عراقي مسلح موال لإيران مسؤوليته عن إطلاق أربع طائرات باتجاه أبوظبي وفي بيان صادر عنه قال ما يسمى بألوية الوعد الصادق انه استهدف بواسطه اربع طائرات مسيره منشات حيويه في ابوظبي مضيفا ان الضربات ستتواصل ضد الامارات الى ان ترفع يدها عن التدخل في شؤون دول المنطقه وفي مقدمتها اليمن والعراق وفق تعبير البيان